أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وسلام المسيح بقلبكم بحلقة جديدة من بين المهم والأهم. واليوم بيستعد أن استأذف محامية بالاستئناف السيدة رنا مطر، وهي معنا اليوم مش حتى نحكي أبدا لا عن القانون ولا عن الدستور اللبناني، ولكن هي معنا اليوم حتى تشاركنا بشهادة حياتها، شهادة حياتها يلي غيرتها وغيرت كتير ناس من حواليها، وهلأ حامل الرب بقلبها وعم تنشر كلمته وبأعمالها وبممارساتها اليومية. واليوم رح بتكون ضيفتنا حتى نتشارك سوا ونشوف كيف غير الرب حياتها. رنا أهلا وسهلا فيك. بونجور ندى، سلام المسيح بقلبك. بقلبك كمان رنا. حضرتك محامية بالاستئناف. نعم. وحضرتك شخص كل يوم عندك قضايا الشر وبتشوف الخير وبتقطعي بكتير اشياء بالبلد، كتير تجارب، يعني تجارب يعني ما فيك تعزلي حالك، وبذات الوقت انت منغمسه بكل الامور الحياتيه. نعم. رنا، الملفت بحياتك انك انت كنت شخص قبل عادي، بتروحي على شغلك، عايشه حياتك عادي وكذا، كان عندك ايمان ولكن ما كان عندك الرجاء والايمان العميق والممارسات اللي عم بتمارسيها هلا، لحديت ما صار شيء معك بحياتك. طبعا. وهيدا الشيء غير لك حياتك، برمليها 180 درجة 100%. وجاي اليوم تعطينا شهادة حياتك، نشرح الموضوع للمشاهدين الكرام تنضوي شوي. يعني أنا بالنتيجة ما في، أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني نحن ما بنعمل شيء غير ما يكون الروح القدس هو بيقودنا. أمين. ونحن بمسيرة حياتنا بدنا نواجه كتير أشياء، في صعوبات بهالحياة بدنا نواجهها، بس نحن وماشيين بدنا نعرف نتطلع وين عم نتطلع نحن. نعم. هل عم نتطلع على الارض ولا عم نتطلع على السماء؟ نعم. يعني نحن، انا من وقت ما خلقت ربيت بعائله مسيحيه ملتزمه، بتصلي، بنمارس الاسرار الكنيسه كل نهار احد، اهلي بيروحوا على القداس. نعم. اخواتي كمان بيصلوا معنا. بمرحله من المراحل شطيت من هالحياه، انا اخذتني الحياه لطريق ما بتشبه طريق المسيح الرب. نعم. وبالتالي هالطريقة اللي أخذتني فيها الحياة واجهت فيها كتير أشياء. الشيطان بمرحلة من المراحل بيحط لي كتير مغريات على درب الطريق. صحيح. ومتى بيضربك فيها؟ بيضربك فيها متى ما تكون صغيرة، ما بتكون قادرة عم تقرأ الأشياء مثل ما هي، بيصير يعطيك هالغرور وهالشعور إنه أنت يا أرض اشتدي ما حدا قدمت ما بقول باللبناني. وبلشت توصل بعمر 18 سنة بتبلش التمرد، إنه أنا صرت كبيرة وأنا مسؤولة وأنا فيني أخذ قرارات وأنا بيخلق الأنا فيك. وبالتالي بيصير حط لك أشخاص بحياتك، ما بدي أقول هن عاطلين، بالأحلى هو مسيطر عليهم تيسيطر عليك. نعم. بيصيروا ياخدوك بطرقات أنت ما بترغبي فيها. نعم. بتفوتي بطرقات فيها أشياء منافية للأخلاق. بقول أنا ما بأسف أنه عملتها، برضو بقول أنا بالعكس تعلمت منها، تصرت أعرف فرق بين حالة النعمة اللي أنا عايشة فيها وحالة الخطيئة يلي كانت حكمتني بمرحلة من مراحل حياتي وممتدد هالمرحلة. نعم. يعني أنا هلأ ما بستحق أقول أنا بنت عمري 45 سنة عزبة وماني متجوزة. وبالتالي من عمر ومن عيب، بالعكس أنا بعتبر حالي متجوزة يسوع. نعم. بفكري وبقلبي وبروحي انكرست له كل حياتي لإله. بالتالي بمرحلة من المراحل كان عمري بحدود العشرين سنة. نعم. 22 21 سنة. نعم. قطعنا بظرف عائلي كتير صعب. نعم. مرض بي ومرض أمي. مع بعض. مع بعض، يعني ما في جمعة فرق بين وقت عرفنا بأمي وعرفت أنا شخصيا بي، كنت أنا لحالي. نعم. من هون لوقت عرفت بحالة بي صليت وقلت له ليسوع ليش تركتني؟ ليه أنت بمحلات معينة شلت عينيتك عني؟ شلت عينيتك عن إيدي اليمين وعن إيدي الشمال، هو أهلي بالنتيجة. نعم. وبطلعت وقتها وعتبته بمزار سيدة حريصة. نعم. بهالمزار صار معي نوع من رؤية مع العذراء، كأنه سمعت منها قالت لي يا رنا ما تخافي، ها ولادي مثل ما أنت بنتي. نعم. ويسوع بيحبكم كتير 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 وما تخافي. أوكي. بهيدي المرحلة حسيت أنه يابا أنه إيه المسيح هو معي. واخدته فور جرانتد، وهيدا الغلط فينا نحن. نحن منقول أنه أوكي المسيح انصلب على الصليب وقام كرمالنا، خلص هيدا بيقدر، نحن ما لازم نعمل شيء. وهون بتصير بتعيش عشت حياتي من 98 لغايه 2017 بحاله الخطيه المميته. نعم. يعني ما بقي شيء ما عملته، بمحلات سمحت لحالي اجرب المخدرات، بمحلات سمحت لحالي فوت بعلاقات شاذه،
علاقات جنسية تحكمت فيني الرغبات الجسد والشهوات والطمع يلي بيجي من بعضهم المادي وإلى ما هنالك. كنت عم بقرأ الإنجيل تبع ظهور يسوع تلميذي عماوس، أعطتني فكرة إنه أنا يلي صار معي هو يلي صار من لحظة يلي المسيح ظهر على تلميذي عماوس ومشي معهم الطريق لوصل لعندهم على البيت، قالوا له امكس معنا، وفات معهم المسيح لجوه ولقط الخبز وكسره، وإذ تفتحت أعينه وعرفوه هون عرفوه. وقلت بالتالي أنا إذا بدي أعكسها على تجربتي أنه أنا يسوع كان معي كل هالوقت، بس أنا كانت الأمور الدنيوية مسكرت لي عيوني ومغمضت لي نظري وبعدتني، يعني كنت بمحلات أقول أنا ليه بدي روح أقدس نهار الأحد؟ شو هو القداس نهار الأحد؟ كنت روح على رفع واجب، يعني أنه روح مثلا عيد الفصح، عيد الميلاد، على عيد مارمرون، على يعني على الجمعة العظيمة، انه شيء هيدا انه ايه لازم اعمل فولكلور اجتماعيات، ما افهم انه شو هي العلاقة يلي تبنى مع يسوع. ولا شو انا بدي اكون سهران نهار السبت، كون بلش سهرتي من الساعة 5-6 لساعات الصباح الاولى واوصل على البيت انه انا نهار احد بدي ارتاح. صرت افهم بعدين انا بعد ما ظهر، بعد ما لمست يسوع ولمسني بحدث كتير مهم بحياتي، انه كلمته يلي قالنا اياها ما بتتغير، هي امس هي اليوم هي بكره، تعالوا الي يا جميع المثقلين والمتعبين وانا اريحكم. ليه عم يدعينا له يسوع؟ لانه بحبنا كثير. لانه نحن بزمن، هلا نحن بزمن قيامه وزمن تنشهد على النعمه يلي نحن عايشين معه ليسوع المسيح. النعمه يلي هو قالنا انه نتطلعوا فيني شويه، وأنا من فوق على الصليب اطلعت فيكم. إذا نحن شوي نطلع فيه بيرفعنا بهالتطليعة وبيغمرنا بأكبر عمل حب ممكن البشرية كلها تلمسه، هو موت وقيامة المسيح على الصليب كرمالنا، لأنه كرمالنا وهيدا الحب بأسمى وجوهه. وهيدا الشيء ما قدرت أنا لمسته غير وقت مزبوط بلشت تنقشع الرؤية عني، وربنا بده إياكي توصل بمرحلة من حياتك تشهدي له وتعرفي انه هو ما بده غير كل الخير لإلك، وسعادتك هي حبه وفرحك هو حبه، وكل شيء هو بيعمله بحياتك بحط لك تقطع بتجارب كتير كتير كتير، بس بيكشف لك اياها بالنتيجه انه انت يا بنتي انا بحبك. هيدي ما نحطها دائما نعتبرها بوان دو ريبير بحياتنا الدينيه، بلا حب ما في ايمان، بلا حب ما في رجاء، هو الحب هو الاساس بكل شيء 100%. وبالتالي قد ما يسوع حبني بمرحلة من 4 سنين بليلة من الليالي الصوم، ثقبت عم بحضر كان في دوكيومنتير نازل عن ديسة فيرونيكا جولياني وكنت حب أحضره، نزلت أنا وعم بحضره، وإذ عمل الروح القدس كيف بيظهر، شو هون أنا بعتبر أنه انكسرت الرؤية قدامي، أنا وعم بحضر دوكيومنتير قطع شريط حياتي كله قدامي، صرت شوف حالي بمحلات وينك يا رنا، وينك يا رنا، ليه هالقد بعيدة عن حبيب قلبك، ليك يسوع وينو بكل مرحلة من مراحل حياتك كان موجود وانت اخر همك، انت عم بتبعد فيه وتقول انت ما خصك وانت ما دخلك بحياتي وا 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 وا. واذ فجأة بوع على الحياة وعيت على حقيقة انه انا كان صار لي 41 سنة من حياتي عيشتها بحالة الخطية المميتة. وكنت أعتبر أنه حسيت حالي ولدت من جديد. الروح القدس دخل فيك من جديد، فعل مفاعيل المعمودية اللي فيك اللي أنت كانت على صغرنا ونحن ما بنكون مدركين لها، رجعت أحيا الروح القدس المعمودية اللي بقلب إنسان، بقلب كل إنسان موجودة أحياها فيني. صرت اتطلع بالامور، لا بدي بلش غير، بدي بلش اتقرب، بدي ارجع عوض عن كل دقيقه انا ما قدرت اكون معك يا يسوع، بوقت اللي انت واقف وعم تتاملني وانت حاببني، وبعتبر حياتي كلها اللي قطعت بمحلات عنايته حميتني. العنايه اللي هي نحن امران ما بننتبه، بس بمحلات كثيره بعدين بتصيري بتقريها من منظار انه ليكو كيف هيك صار معي، بس برضو ربنا حماني. لو انا كنت ماشي بالطريق الغلط كنت كون عم بشرب روح بانيتين ثلاثه شرب الكول اوصل ليله بنهاري سوق ماني منتبهه، بلحظه ممكن اعمل حادث سير، بس مين كان عم بيسوق محلي؟ كان الروح القدس عم بيوصلني صاغ سليم على بيت اهلي. فمن هون بلشت حياتي
تتغير. نعم. بلشت رجعت أنا الإنسان الملتزمة. نعم. رجعت لقط الإنجيل وفتحته وبلشت أقرأ فيه العهد القديم العهد الجديد الرسائل الرؤية. كفيت من بعض القراءات بلشت أقرأ كمان بالكتب الدينية كتب حياة القديسين. واحد بده يتشبه بأحد الأشخاص يلي بتحسيه قريب ولمسك، لأنه كله بالنتيجة القديسين أو نحن عم نخدم مشروع واحد هو مشروع حب يسوع طبعا لأنا. وهو كلنا مدعوين يعني نكون قديسين، كلنا مدعوين للقديسة بمحل ما. بلشت أرجع أول صلواتي بتبلشي بالتوبة الحقيقية على كل الخطايا اللي ارتكبتيها، مش بس الخطايا الجسدية والجنسية، هي أكتر ما هي الخطايا اللي فيها متعلقة بالكبرياء، إنه يا رنا مين قدك ما حدا قدك. إنه هيد الشيء كتير مزعج ينزل الإنسان، إنه لا يا إنسان بدك تبلش تتواضع، بدك تبلش من أول وجديد. هالحياة الروحية ما رح تروح معك. يعني الإنسان بآخر دقيقة من حياته إذا تاب فعلا توبة صادقة، هالدقيقة بتعود كل الحياة اللي عايشها كلها على الأرض بالخطية المميتة. بس بدك فعل، بدك إرادة، بدك تطلع بيسوع تقولي له شو بدك مني يا حبيب قلبي. هيدا أنا كل يوم بقول له يا يسوع، بتطلع فيه بقول له يا يسوع شو بدك مني، أنا وين بدك يعني أكون، استعملني أنت تكون أنا شو ما بدك بالدرب. بدك أحمل صليب أنت حملني إياه، بدك أمشي قدام خي الإنسان أنت وجه لي بوصلة حياتي. وسلمت كل الأمور لإله، واعتبرت أنا بوقت من المراحل إنه خلص وقتها بتسلم الأمور ليسوع خلص، إنه هو بده يهتم فيك وأنت بدك تعيش السعادة المطلقة. بس بتعرفي بطريقة الإيمان، بطريق مشوار الإيمان، في عندك مطبات بدك تقطع فيها، في عملية تطهير من جوا، في ألام بدك تتحمليها. أنا بال2017 بأذار 2017 عملت الارتداد. أوكي. بال2018 بعد سنة وشوي ثاقبت برحلة حج كنت رايحة فيها على فاطمة، رجعت من رحلة الحج وأنا بالعائلة عنا، بما أنه أنا أهلي أمي وبي يعني طلعتين كونسير، أنا كل سنة من عمر 35 وطلوع بعمل تشيك أب ديلي اليرلي تشيك أب، بقول طمن بالي أنه ما يكون بني شيء. وإذ بشباط بسوري كانون الأول 2018 عملت فحوصات اللي بدي أعمله، بتبين لي وعملتهم بتاريخ 14 كانون الأول يا العيد نعم طلع الحرب يعني. عندما عملت الإيكو والميمو بيّن شيء بصدر اليمين أنا. نعم. وقت بيّن هذا الشيء وعرفت فيه ب 26 ديسمبر يعني بعد عيد الميلاد بنهار، ارتديت أنا لمحل أنه ل 98 أنه وقت صارت مع أمي وبيّي، وقت عرفت أنا وقت صارت مع أمي وبيّي ويسوع ما تركنا، عرفت بلحظتها أنه ما رح يتركني، بدي أحمل هيدا الصليب معه، بس بعرف أنه نهايته في قيامي، نهايته في انتصار. صحيح. ما خبرت أول شيء، خبرت أختي بعدين آخر إنسان خبرته هي أمي، لأنه ما بدي شكل لها صدمة نفسية أنه منا عارفة بالموضوع. بقت عملت العملية وقلت قلت له يسوع، قلت له لتكن مشيئتك، أنت بتقرر شو بده يصير فيني. أنا عندي هذا الشيء بيّن، بدي أتحمله، بدي أكون أنا. وبهذا مع العلم أنه أنا ما نزلت دمعتي بكل مرضي وفت عملت العملية، ما أبكيت، ما زعلت، ما عتبته ليسوع، ما قلت له ليه عملت فيني هيك. بالعكس الألم يلي كنت عم مر فيه كان هو بادرة أمل لإلي أنا، لأنه بعرف بالنتيجة عم شوف يسوع بوجهي. أمين. عم شوف بمرضي يسوع، عم شوف بمرض هالصليب يلي أنا هيدا نعمل لإلي. مثل مثل الوزنات، نعم. كل إنسان عنده وزنات معينة. ربي مش معقول قدي بيحبني ما يحملنا صليب أنا قادرة أحمله. وبالتالي كتر خير الله عملنا العملية وعملنا البيوبسي تبع إذا بدي شيميو أو راديو أو أي شيء تاني معالجة تريتمنت. وإذ لقي كمان أنه بنهار يلي انبعتوا الخزاعات لبرا لبلجيكا تين تقرر اذا بدي شيميو او بدي هرمون، كان نهار عيد قديسي رفقه ب 23 اذار. سو بين الحرديني ورفقه يسوع رفقني. وكتر خير الله بنقول له ليسوع بشكرك انه انت بمحلات معينه حملتني هالصليب
وفعلا اجت النتيجه انه انا ما بدي لا شيميو ولا راديو، بدي بس اخذ حبوبه وبتعالج. وهيدي هلا انا صار لي سنتين مبلشي فيه للتريتمون، بعد عندي 3 سنين ايمان تخلصوا هللويا. بس على قلبي مثل العسل، مع انه بمحل تقطع نحن نسوان عارفين بعضنا بالمينوبوز والهبات والشالور يلي بيحكمك هيدا، ما بتقعدي متضايقه حالك. صحيح. بس بقرد بقول له يسوع مالي على قولة مار بطرس، ما نقص في ألام المسيح أكمله أنا في جسدي. لو بدي أتحمل أنا شوية مالي، نتحمل كلنا من نتحمل، لأنه بالنتيجة وعدنا ربنا مش هون على الأرض مملكته. أنا هيدي الرسالة اللي بحب العالم تفهمها، المملكة تبعنا منا هي هون على الأرض، مملكتنا هي فوق. صح. مملكتنا هي بمحل من نبلش نأسس له هون. صحيح. من نحن منعيش الملكوت هون. بدي لك نحن يا مقيم، انا لصلي 4 سنين بهالارتداد، بهال4 سنين مش كلها عيشتها نعيم، مش كلها عيشتها بحاله السلام والامان والفرح. لا، قطعت بخضيت، اذا مش خضيت شخصيه بتتعلق فيني، خضيت بالمحيط تبعي، باهلي، باخواتي، بهيك. بس شو بيقويني؟ بتطلع بيسوع دائما هذا مصلوب، بتطلع فيه بقول له انت اعطيني القوه يا يسوع، انت اعطيني القوه توقف قدامهم، توقف قدام كل شخص بحاجه لإلي. لو هيدا الصليب بدي احمله، بحمله بفرح. اتعلمت معنى الالم، اتالم بفرح. نعم. حب بفرح، واذا ما بدي احب كمان، اذا بدي عايدي حدا بعيديه بفرح وبمحبه، لانه هيك يسوع، هيك حبنا، هيك الله حبنا، تبعت لنا ابنه الوحيد تيغفر لنا خطايانا بموته على الصليب. نعم. وبانتصاره تنحنا نقوم من الخطية يلي جبلتنا بهالحياة. هللويا. بهالشي بهالمرحلة ما بين المرض تبعي كان عندي كمان رحلات حج. بلشت نعم. أنا من 2017 أخذت عهد حاري أنه أنا السفرات يلي فيها هيك طقحنك وتروح وترقص وهيك ما عاد يعني لي، أنا تغيرت حياتي، لا عاد يعني لي الألكول. قطعت فترة، قطعت 8 9 9 أشهر الكول، وقفت الشرب، وقفت السهرات، ما عاد لقي لزة انه اسمع موسيقى تجدجدج كل الوقت على الراس. نعم. صرت لقي السعادة وين؟ حط ترتيلة. حط شيء هيك فيلم عن الله، عن يسوع، عن قديس، عن شيء هيك يقربني اكتر تهيد الروح يلي فيني، يلي انا من 4 سنين رجعت خلقت، يلي عم تنمى مثل الولد. انت ام ندى بتعرفي وقت بتطلع بابنك عم بيكبر قدام عيونك، بدك تعطيه الغذاء، ما بتعطيه حيالله شيء، وربنا مش رح يعطينا حيالله شيء تيغذي لها الروح، بده يهتم فيني. وانا بقول بعدني ديبيتور، مبتدئه بعمل الروح القدس فيني. وين ربنا بده ياخذني؟ بقول له انا انت الطفل، انا بنتك. نعم. انت وين بدك تحطني؟ حطني. وبالتالي بلشت رحلات حج، سافرت بال 2017 على ايطاليا، 2018 رحت على فاطمه، وال 2019 ميديغوريا قبل ما بلشت الثوره بلبنان 17 تشرين، رجعت من ميديغوريا بانطباع انه انا ما بين فاطمه وميديغوريا انا صار معي الكونسير وشفيت منه. نعم. وهيدا الشيء اللي انا شفته بفاطمه، شفت العذراء اللي عم تبكي، وشفتها بميديغوريا العذراء المبتسمه. ليه؟ عكستها على حالي انا، انه انا فعلا بمحل بكيت العالم بهالسنة على حالي وقتها بهالمرض اللي حملته، بس بذات الوقت فرحت لانه يسوع ما بيبغي لنا نحن المرض. العالم كلها بتفكر انه بمحلات انه ايه هيدا الله بده يأذينا. لا، نحن منغلط كتير وقتها منطلق معه انه ربنا بده يأذينا او بده يقصصنا على خطايانا، لانه هو على الصليب وبكرسة الاعتراف محلنا اياها لابد الابدين، ممنوع حدا بقى يفتح لنا اياها، ختمها وكبها وشيلك انها لم تكن محيها. مش هيك ما بيجي بقاصصك، هيدي بتصير كلنا معرضين، كلنا من نوصل لمحلات بحياتنا قالنا اياها المسيح بس نحن ما عندنا الايمان الكافي تصدقه. قالنا ستواجهون ضيقا في هذا العالم، مش عم بيحكي عن الملكوت، عم بيحكي عن هيدا العالم اللي نحن عايشين فيه. صحيح. هيدا العالم يلي مليء، يلي يوم بعد يوم تتأسفي بالأخبار اللي بتسمعيها إنه في بمحلات. يا جماعة رجعوا ليسوع، رجعوا لمنبع الإيمان، رجعوا للحب،
رجعوا للمحبة، رجعوا لهيدا الإنسان يلي ما بيبغي لكم غير كل الخير. ولو تحملتوا معه بدكم تتحملوا، ما أنتوا ولاده. يعني أنا بيي بالبيت إذا عم بيشيل كرسي من محلة وما قدر بقى يشيله وقال لي يا بنت حطي إيدك معي، بيكون بده يأذيني؟ أكيد لا. هيك يسوع معنا بمحلات، وقتها بده يشيل إنسان بيقول لك تعي يا بنتي وقفي حد تشيلي تقدر تشيل خيك الإنسان. حتى لو بدك تتحمل شوية وجع هالنقشة، بس بذات الوقت بيكون عم بيعمل يستعمل هالشيء لشيء آخر. صحيح. وهيدا الشيء ما مش يعني بعلاقات، بالعلاقة مع يسوع بتصير تستوعب الأمور. نعم. كيف هي وليش عم بيصير معك هيك، وبتقرأ حياتك على ضوءها. بيقول لك ايه بمحلات بعدنا بمحلات بعدنا بعتب على يسوع. قطعنا نحن بهالسنه بكثير ظرف صعب من كورونا، بوفيات صارت عندنا بالعيله، خالتي وجوز خالتي ومرت عمي، وبرضه كل العالم انهار حوالي، وانا انهرت بمحلات وعتبته ليسوع. قلت له يسوع شو بدك مني؟ ليه ما في سنه بتقطع علينا مثل العالم؟ ليه ما في سنه؟ بس برضه طلعت فيه قال لي يا بنتي ما انا يحن معي، يحن صاروا معي. ليه هالقد انانيه؟ طلعي من انانيتك وتطلع يحن يحن بحضني انا، وانا حميون. هللويا. وهلا بكره وقت انت بدك تموت رح تلحقيهم. بين كلنا ماشيين على هيك درب. امين. هيدا الايمان وهيدا الهيك هيدا ما بتولد وليده اللحظه، لا بتولد وليده جهد على النفس، جهد على تنقيه الروح، جهد على شو بيقولوا الواحد يطلع من ذاته ويقول بالنتيجه انا ماني شيء. وانا هي بقولها دائما، كل عالم بتقول لي رنا نيالك بتعرفي تكتبي بتعرفي تحكي، بقول هيدا مش انا. وحتى هلا المقابله هيدي مش انا، هيدي الروح القدس عم يشتغل فيني. صحيح. وهيدي اللي انا دائما بقولها، نحن بنعرف عن الاب والابن بس ما بنعرف عن الروح القدس. اتركوا الروح القدس يشتغل فينا، يشتغل فيكم، هو يقود معركه حياتكم. تاكدوا السفينة حياتكم ايدها يسوع، لو شو ما صار، لو اي عاصفه بدها تضرب فيكم رح يكون ياكد توصلوا على شط الامان برياحه. ما تخافوا. وقالنا اياها المسيح بالانجيل على عدد ايام السنه 365 مره قالها لا تخف. اذا نحن ما نبلش نهارنا واول ما نفتح عيوننا نستدعي دغري الروح القدس، نقول له تعالى ايها الروح القدس ولتكن مشيئة يسوع في هذا النهار المبارك. نعم. منبلش نهارنا منتأكد انه مدام معنا ماشي الروح القدس اوكي، بدنا نغلط وبدنا بمحلات نتفركش وبدنا نهيك، بس منرجع منقوم نوصل لاخر النهار منقول له ليسوع شكرا يسوع على ارسالك الروح القدس يلي رافقنا برغم مقاسي هيدا النهار، وصلنا نحط راسنا على الفرش بالليل ونقول لك مرسي يا يسوع. امين. هللويا. يعني رنا صراحه شهدت حياتك جميله جدا وعميقه، والحديث معك ما بينشبع منه. مبين الروح القدس كيف فايد فيك، فايد فيك النار، فايد فيك الايمان، فايد فيك الفرح، فايد فيك المحبه، فايد فيك انت هيكل للروح القدس بحق وحقيقه مثل ما الكتاب المقدس. كلنا نحن نستاهل هو اذا بدنا نحكي نحن عن عدل الله ما حدا بيستاهل، بدنا نحكي عن رحمته ومحبته. أكيد. كلنا بنستاهل، كلنا اولاده بحبنا كلنا. رنا انا بدي اشكرك من كل قلبي على وجودك معنا لليوم. بدي اضيف شغله. تفضلي. بدي اطلب من المشاهدين في كلمه نحن بتقطع علينا بالانجيل وهي بتبلش هون بدايه الطريق المسيحيه المضبوطه. تفضلي. المسيح شو بده منا؟ قالنا كلمتين، اعطني قلبك. الإنسان يلي بيسلم قلبه ليسوع مثل ما أنا سلمته بيعطينا أضعاف 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 ما بنتمنى. نعم. من نبلش نتعود نفرغ هالقلب من الحقد. لازم يبلشوا يقروا الإنجيل، الكتاب، الكلمات صادقة. صح. إنها صادقة. صح. هذه الكلمات. صح. ما فينا نقول المسيح هو بارح واليوم وبكرة. ما قلنا شيء ما كان وفي. نعم. ما قلنا شيء ما كان أمين. نعم. بس بده منا شغلة واحدة، يا ابني اعطني قلبك. امين. هللويا. رنا انا بشكرك كثير على وجودك معنا، ويمكن بعد نستقبلك مره ثانيه تتخبرينا عن نشاطاتك، كيف عم بتعلمي هلا اشخاص يلي عم ببلشوا باول قربانه. عندك صفحه على فيسبوك كمان خاصه دينيه، خاصة بتحكي اشياء مثلا
بتحسيهم رؤيا نعم تجارب بتنزل فيها الانجيل والرساله ومقتطفات بمحلات معينه الاعياد والمعاني الروحيه من وراهم. يعني بالنتيجه بدك تكوني مبشره بطريقه من الطرق. صحيح. نستفيد من التكنولوجيا لبناء الانسان مش لهدم الانسان، لانه الانسان لخيو الانسان ونحن كلنا اولاده ليسوع. لاي دين انتمينا ولاي طائف انتمينا ولاي وطن انتمينا، نحن ابناء يسوع، ابناء الاب ورسل الروح القدس، وهيدي لازم دائما تكون مطبوعه براسنا، الاب والابن والروح القدس له المجد الى الابد. امين امين. اعزائي المشاهدين انا بتوقف معكم للحظات وبنرجع بين المهم والاهم بالفقره الثانيه.